أحيا أهالي منطقة أم الجرسانة ذكرى 96 لمعركة أم الجرسانة الشهيرة التي وقعت بين الغزو الإيطالي لليبيا في عام 1922. وجاء في بيان ألقاه أحد أعيان المنطقة بأن أبناء المجاهدين والشهداء ممن سقطوا في تلك المعارك لن يرضوا بالاستعمار الإيطالي مرة أخرى أسوة بالأجداد. كما طالب البيان بالتعويض لما تعرض له الليبيون من أذى جراء ذلك الاستعمار الغاشم. نحيي اليوم الذكرى 96 لمعركة أم الجرسان الشهيرة التي سطر فيها الآباء والأجداد ملاحم الجهاد ضد الغزو الإيطالي. في مثل هذا اليوم بتاريخ 30/10/1922 ونحن أحفاد المجاهدين نقف اليوم ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة الاستراتيجية الذي وصل عددهم إلى العشرات من الشهداء، واستخدم فيها جريسياني جميع أنواع الأسلحة من مدفعية وأسلحة الطيران ضد المجاهدين. ونحن أحفاد المجاهدين لن ننسى حقبة الاستعمار الإيطالي في ليبيا، حيث نفذ بحق أبناء شعبنا القمع والعنف والشنق وحرق للمحاصيل الزراعية ومصادرة الأملاك الخاصة، ونفي أكثر من 4000 ليبي إلى الجزر الإيطالية حيث عاملوهم معاملة غير إنسانية، فاستعبدوهم واغتصبوا أراضيهم بالقوة والعنف وتهديدهم بنفي خارج إلى البلاد للجزر الإيطالية. وكما قاموا بترهيب النساء والأطفال والشيوخ وتشغيل الليبيين بمعاملات السخرة.